هذا وكان صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد وصل إلى القاهرة في وقت سابق مساء أمس في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة. وكان فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في مقدمة مستقبل سموه لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولية بجانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين. ورحب الرئيس المصري خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.